السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السمية ديالك والحي اللي كنتواجدوا فيه؟ علي. أييه. حي النصر. شرح لنا شنو المشكل ديالكم هاد الاحتجاج اللي دايرين دابا؟ هاد الاحتجاج أسيدي على هاد الناس كانوا عندهم بقع. أييه. كانوا عندهم بريرك في الشانطي. الوقت اللي عطاهم الناس قال لهم أودي غتسيني وهكا كيدخلوا من هاد العمارات. أييه. دابا كيهدوا فيهم 27 عام وثلاث شهور الناس ساكنة وكيهدوا فيهم باش كيخلصوا. كيصيفطوا لهم استدعاءات. قلبها. كيصيفطوا لهم السيدات باش الناس تخلص. السلام عليكم. السلام عليكم. اسيدي حنا سكان حي النصر، مناسبة ديال حي النصر. عندنا مشروع سكان حي النصر. حنا جينا من مدن صفيح. سكننا في شانتي جديد. راه تقريبا غتكون شي 5000 ديال بنادم. المهم عيطوا علينا قالوا لنا ودي باش غادي تخلصوا 750 الف فرنك، قول 150 الف ريال. نضنا خلصنا 150 الف ريال. كان الناس اللي هما خلصوا 150 الف ريال، ملي مشينا عندهم على البقعه قالوا لنا البقعه ما كاينه. عطاو السكن، عطاو السكن لعباد الله. ها هما دخلوا ما تيخلصوش، ها هما الاخرين بغا يدخلوا معنا ناضوا خادوا قالوا لهم ما يمكنش حنا ندخلوا معكم باش تدخلوا لهذوك القرض وتدخلوهم لا سمو، ما يمكنش حنا ندخلوا. ناضوا عطاهم البقعه ديالهم. هاد الديور تقريبا شي 10 د الباطيمات راه مسدودين لحد الان. كيفاش هاد الناس فين غادي يمشيو؟ حنا مستافدين. ها الاستفاده ديالنا مستافدين. شهر 6 حنا دابا تقريبا هادي 28 سنه وحنا مستفدين وعطانا سيدنا، فينا هي الاستفاده ديالنا؟ حنا تنطلبوا من الله ومن الحكومه اللي كاينه دابا تعاون معنا، لان ما كانش هذيك الوقت كاينه هادو. ودابا حنا تنطلبوا من هاد الحكومه حاليه اللي كاينه دابا تعاون مع هاد الساكنه. حنا هما ما حاضرينش لهذا الشيء ولكن بغيناهم يتعاونوا معنا. هاد الناس مضرورين. كان اللي جاه الحز انا بنفسي حزوا لي على الاجره ديالي. فينا هي فينا هي المساواه؟ فينا هي الانتريت ديال حزنوا عليه؟ ماشي غير انا، راه كاينين ناس بزاف، ماشي غير انا بوحدي. ولكن اللي تنطلب من الناس الله يجازيكم بخير، الحكومه اللي كاينه حاليا ما كانت رحمه الله وبركاته. قولي لي شنو هو المشكل اللي عندك؟ المشكل ديالنا خويا حنا مستافدين ماشي شارين. اييه حنا مستافدين. اش من عام؟ سنين. سنين هذه راه 28 عام هذه باش نستافدين. اييه حنا دابا خرجونا، حنا بغينا البقعه ديالنا ماشي باغيين. حنا عطاونا عكاشه ساكنين فيها. عندنا وليدات، عندي انا 5 د الوليدات. كل واحد مجوج وداير ولاد، والبنات مجوجين دايرين ولادهم. انا كنعس في الكوزينه فاش كنعس، ما كنلقى حتى فاش نعس. دخلنا للديور ما لقينا فيهم مرطب، ما لقينا فيهم بيدان، ما لقينا فيهم الماء هزنا من تحت ومن الفوق. القواد كيفيضوا علينا ماشي بحالنا بحال الناس. وهذا الشيء داروا فينا راه حشومه. هذا الشيء عار، هذا الشيء راه عار. ما صلحوش لكم هاد الاعطاب. عار ما مصلوح ما والو، دخلونا بلا صليح بلا والو. ودابا كيتمنوا منا نخلصوا اليوم. باش غنخلص انا؟ انا عندي 5 د اليتامى، وانا مرت بالقلب ومرت بالسكر ومرت بالكوريستيرون ومرت بالكلاوي. باش غنخلص؟ باش غنخدم؟ شكون اللي غيخدم عليا؟ الاولاد راه كلها هز راسو. حتى واحد ما عندناش، ما كاينش فاش يخدموا. الاولاد راه كيتلوطوا في هاد الزويطيه مساكن. يلقطو خضيره من هوك ويلقطو خضيره من هوك. باش غنخلص انايا؟ ما عنديش باش نخلص. نمشي نخرج ندير كل ولد والد ثلاثه د الاولاد اربعه. نمشيو فين غنمشيو؟ نمشيو لاطوروت نديرو كياط فين غنمشيو؟ ما عندناش فين غنمشيو. حنا راه ما عندناش فين غنمشيو. واخا خليك معنا سير. ها الاستفاده ديالنا باش مستافدين يتعاونوا معنا. ما بغاوش يتعاونوا معنا. راه حنا غادي نديروا مسيره للرباط، غادي نديروا مسيره للعماله، غادي كاع الناس غادي تغوت. راه حنا صيفطنا الرسائل وصيفطنا لجميع الجهات، ما بغاوش يتفاهموا معنا. راه حنا مظلومين. حنا ما عندنا باش نخلصوا. هاد الناس سيدنا عطانا السكنه ديالنا، تبقى السكنه ديالنا. هذا هو اللي كاين. عاش محمد السادس، عاش الملك. شوف يلا خدم
بلاتي بلاتي. سي مصطفى الله الله يخليك. هاد الناس حنا ساكنين هنا ولكن عطاونا، كنا ساكنين في درب الجمعي وفي الشانط الجديد زيد فراد اسمع لي، عطاونا السكنه هنايا ولكن دون استفاده. حنا مخلطين في 83 مخلطين على اثاث البقعه دار الدريد فهمتي، مخلطين في 83 قلينا على 60 متر ديالنا، والاخر جا دحني قال لك اودي راه ما بقاوش البقاعي، ما بقاتش البقعه بقاو غير العمارات. انسان قال لي غادي نمشيو تخلصوا شي ثمن، قال لي كاين اللي خلص 5000 درهم، كاين اللي 150000، كاين اللي مخلص 10000 درهم، انا مخلص 10000 درهم. قال لي كاينه غير قلباطي مره ما بقاوش، جينا دخلونا لهنا من القرض ما بيننا وبينه لا علاقه ولا جمال، فهمتي ما بيننا وبينه والو، حنا مخلصين على 60 متر مستافدين على 60 متر من عند سيدنا، هذا هو المشكل هو هذا. دابا دخلونا للقرض، القرض ما بيننا والو، ما شادين ما عنده فلوس، ما مسينين معاه ما والو، ما دايرين مع حتى شي التزام، الالتزام اللي دايرين ما عادوش. قال لك اودي سيرو عندك كروسه حاشاك ديال حمار دير راك تربح 60000 وجيبها لينا. بنادم مسكين ما عارفش قهر وقص داير وقص القطره وال داكشي التقنيه عشوائيه قهراتو، مشى بنادم سينا على ديك 60000 ولا 40000 كيربح، هو ما كيربح حتى 10000 حتى 10000 ريال ما كيربح. دخلونا للمقاطعه، دخلونا للمقاطعه، قالوا لك سينيو ما تنعرفوا علاش تنسينيو، الناس امين ما تعرفوش على سينيو، ودخلونا المقاطعه سينيو وقعوا. ملي وقعنا دخلنا دازت واحد الظروف، جاو قالوا لنا خصكم تخلصوا. علاش غادي نخلصوا؟ انا حنا ما عرفنا قرض، ما عرفنا حتى شي واحد، حنا اللي تنطلبوا من سيدنا وجلاله الملك الله ينصرو يتعاون معنا على هذا المشكل. هذا الشيء حنا ماشي لخاطرنا، حنا يعطيونا السكن ديالنا، يعطيونا البقعة ديالنا، ها ديورهم ياخذوهم. راه كان ديك الساعة اللي حنا داخلين الشانطي، في الشانطي كان اللي عنده غير جوج دراري، ثلاثة دراري، أما دابا راه كان اللي عنده 10 وكلهم جوجين، كلهم بغا يسكنوا، فين غادي نمشيو حنا؟ وحنا حاليا إلا ما بغاش يديروا معنا حل، راه غادي نخرجوا نديروا الكياتون وغادي نشدوا الطوبيسات نمشيو للرباط. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. كمل. احنا الناس سيدي من المستفيدين. نعم. من دور الصبيح. كيغبروا علينا وكيغبروا البديل. الصياج دارت لنا الحز وجات رغمات علينا وكتبات قرارات وجابت لي استدعاءات لعباد الله، قالوا لك باش تمشيو تخلصوا اللي ما بغاش يخلص غادي نديروا له الحز. السلام عليكم، السميه ديالكم المنطقه اللي كنتواجدوا فيها؟ مروان من حي النصر، هذه حي النصر. أيه. الناس اللي استافدوا من دور الصفيح في اطار عمليه محاربه الصفيح، هاد الناس استافدوا من 93 وكاين ناس استافدوا قبل منهم في 89. حي النصر هذا المسؤولين اللي حولوا الناس اللي كانوا قسموا على جوج، واحد ينسكنوا بلا ما يخلصوا حتى شي حاجه، وهاد الناس قسموا على ثلاثه، راه باقي حي النصر الاخر خاوي كيبروفيتيو فيه ولا ما عرفت. نعم. المهم هذاك الشيء شغلهم، مي هاد الناس هما اللي مضرورين، دخلوهم السياج كما قالوا الناس، حنا كنا باقيين صغار هذيك الساعه. مني هذا حي النصر ردوه الشقق ديال السكن الاقتصادي، الناس مستافدين، فين هي الاستفاده؟ مني انت غادي تدخل البنكه اذا مشيت تشري في سكن اقتصادي. هاد حي النصر جا العميل اللي دشنو في 93، دشن هذيك العماره ودشن هذيك العماره، حنا كنا باقيين صغار، هذه استفاده. حنا ماش هاد الناس ما شاريينش من عند البنك، ما عاطينهم فلوس، ما حتى شي حاجه، البنك واللوبيات ديال السياج هما اللي نصبوا على هاد الناس. هذه عمليه نصب كبيره داخلين فيها المسؤولين والاشتراكيين ديال شحال هادي، باعوا وشراوا في هاد الناس اللي مساكن، كاين اللي قالوا لي عندو كروسه، كاين اللي قال لي سير تخراس دير كتشد 40000، كاين اللي سيكليز قال لي شد حتى كتشد 60000، هو ما كيشداش، باغي غير يحيد من هاك القزير وهذاك السكن اللي غير لائق. كانوا حرقوا لهم البرارك، كاين شي ناس حرقوا لهم البرارك، كيجي عندهم المقدم خاصكم تحولوا، خاصكم ديروا، خاصكم تفعلوا. الناس جا ليا زغي راه كانوا الناس القدام، حنا كنا جمعهم في دار الثقافه
ديك الساعه كانت الحكومه الاشتراكيه جمعهم انكم غتستافدوا غتعاونوا معنا وهذا راه نداء جلاله الملك وهذه مهم خطابات ديال لغه الخشب خطابات سياسيه هاد الناس مساكين هادو راه مني كيقول لهم كيسمعوا الملك يتبعوا اي حاجه كيقول لك الملك نعم سيدي تحولوا ملي تحولوا حتى كيتفاجئوا ان الجيران ديالهم براكه وحده واحد ما كيخلصش وواحد دافع القرض اذا شنو هي هذه واش هذه استفاده انك تابع القرض انك كتخلص هذه ماشي استفاده هذه هذا نصب واحتيال على هاد الناس كنطالبوا الحكومه دابا هاد الناس كيطالبوا منهم الحكومه والعثماني العثماني راه جاب رجليه هنا جاب رجليه ملي كانت انتخابات جاب رجليه هنا وكيسلم على الحواته والخضاره وهادي والثومه ولادنا ولاد مدينتنا وهادي حنا دابا الناس احتاجوك خاصك تعاونهم حتى راه عارف المشكل ما مشيتوش عند على ذكر العثماني يعني البرلمانيين ديال محمد هاد واحد النقطه اه فهمتك واحد النقطه هاد لا في هاد الفتره مازال انا نقول لك واحد الخطوه اسمح لي هاد الناس هادو راه دايرين وداديه وما ساكتينش مشاو تقريبا نقول لك السنه ما عرفتهاش ولكن مشاو عاد مني كان حجيره وزير الاسكان مشاو عنده حتى هو قال لهم شوفوا استقبلهم في البيرو ديالهم نعم سيدي قال لهم شوفوا انتم ساكنين هما كيتسالوا يعني شاد دي العصا سيروا حتى واحد ما غادي يخرجكم ولكن هاد المسؤولين اللي كانوا راه ما بقاوش دابا تبدلات حنا كنطالبوا هاد الحكومه تسوي هاد الامر حيت هاد الناس كانوا ساكنين في شانطي جديد وشانطي الجموع وحنا منهم فهمتي حنا اللي عارفين 93 بغاهم يستافدوا بحالهم بحال الدار البيضاء بحال الناس يستافدوا من الدار البيضاء الا جيتي هاد الشارع الرياض هذا اللي ديز كل شيء هاد الناس استفاده الراشديه استفاده الحسنيه استفاده حي الناس استفاده مشروع فتح جوج استفاده الرياض السلام استفاده النهضه استفاده ما يمكنش يقول لك جا شي واحد شاري كل شيء استفاده ولكن علاش بالضبط هاد نتوما هادي نصب واحتيال كما كنقولوا هاد اللوبيات ديال السياش ودخلت فيها السلطه انا ذاك هما اللي نصبوا على هاد الناس الى 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 اسمح لي يا خويا الى شفتي الملفات ديال هذا قرار واش هادي استفاده هذا استفاده هذا واش حنا هاد الناس شارين مع السياش ما سارينش مع هاد الناس استفاده عطى لهم الملك الحسن الثاني هو اللي دار هذا البنكه ملي كيمشيو عند الناس كيقول لهم انتم شارين دابا سير حتى قول لهم غاشر مع البنكه غايقول لك طروار الفيديو ديال اجراءات كثيره دابا شنو الاجراءات اللي غادي نديروا دابا انتم قدام هاد الحاجه ديال الانتريك اسمح لي حنا الاجراءات اللي بغينا نديروا كتبنا لسعد الدين كتبنا ليه الوزير الاول اسمع لي كتبنا لهم الرساله اعطيناها لهم صيبتناها كتبنا لحقوق الانسان كتبنا للعامل كتبنا للباشا كتبنا للقائد ديال الدائره ديالنا وحكينا له اللي كاين وقلنا لهم هلا فير احني خصهم يشوفوا هذا الملف واللي تنطلب ياخذوا الملف ديال حي الناصر خصهم يطلعوا بالملف ديال حي الناصر يجبدوه وغادي يعرفوا الساكنه الا ما جبدوا هذا الملف راه ما كان حتى حاجه يجبدوا الملف شي ساكن يخلص وشي ما ساكن ما يخلص وشي ضغطوا عليه علاش يضغطوا علينا علاش السبب علاش اولا حنا ما تنطالبوا حتى شي حاجه الا تنطالبوا البقعه ديالنا هاديرهم ولا اعفيونا السكن ديالنا هذا القرض العقاري شركة جا دارت فينا ما بغات ها هي راسلوه 2001 جديد هادشي جديد راسلوه كيطلبوا منه انه ينصفهم وراسلوا المجلس الاعلى لحقوق الانسان بالرباط هادو كيطلبوا منهم الانصاف هاد الناس وانا كنتحدى اي مسؤول وكنتحدى اللوبيات ديال البنك ديال السياش انهم يقلبوا الملفات ديال هاد الناس اش غتلقى فيه انا نجار ولا انا خراز كنشد 40000 ما كايناش معايير ديال 6000 كنطالبوا فتح تحقيق معمق في هذه القضيه كنطالبوا فتح تحقيق واللي عنده شي مشكل واللي يدير التخلويد يبان
هادشي اللي كاين. علينا بالافراغ واخا كتكلمي لا حاكمين علينا بالافراغ وحنا ما عندنا حتى شي حاجه. فاجئوكم به؟ اه فاجئونا به وحنا ما نعرفوش ما نعرفو حتى شي حاجه ما كنعرفو ليها. في هذا الوقت يعني اللي الوقت جانا كل عيد، كل عيد خال عندنا بوليداتنا، كل عيد خال عندنا بالوليدات ديالنا، وما بعد خاضوا لانتريت للناس وحنا ما عندنا حتى شي حاجه اللي ناكلوا بها ولا نشربوا بها. حنا 28 عام وحنا ساكنين، 28 عام وحنا ساكنين، عاد باش جاو ناضوا، اعطونا البقعه ديالنا، اعطونا البقعه ديالنا وراه الباطنات ياخذوهم. هاد الناس راه حنا ما طالبين منهم والو، طالبين البقعه ديالنا، حنا مخلطين في 83 على البقعه. فما مخلطين وما مخلطينش، جابونا دخلونا هنا. حنا دابا راه طالبين با هما قالوا القرض، القرض راه ما بيننا وبين والو، ما مخلطي ما مخلط ما مخلص علينا، ما مخلص علينا فلوس، ما دايرين معاه حتى شي عقده، ما دايرين معاه حتى شي كونترا. حنا كنطلبوا من جلاله الملك يعفو علينا. حنا الله يرحم والدين، الله يجازيهم بخير. هاد الناس اللي كاينين حاليا، لا الباشا ولا العمل، ما حاضرين في داك الشيء. اليوم تنطلبوا منهم، احنا دلينا بالتصريح ديالنا، وحنا الا ما داروا معنا حل راه حنا غادي نشدوا الطوبيسات ونشدوا الكيران ونطلعوا للرباط، راه نديروا الاعتصام تما. كاينه 100، كاينه 100، سمعنا 187 ملف، بمعنى 187 دار ياك. كاينه تقريبا 5000 ديال البشر، كاينه 5000 البشر. اه كاينه 5000 ديال البشر. اللهم بينا هذا منكر، يديروا معنا الحل، احنا موجودين. ما داروا معنا الحل راه الدعايه اللي كاينه، راه غادي نديروا قضيه وحده غادي نطلبوها ليك، اللي غادي نجيبوا الطريق الطرق نشدوها. اسمع عليا، نمشيو للطريق توروت ونتسرحوا فيه ونديروا القياتم اللي داز يشوف فينا. هما دابا قال لك الساكن ديال شاطئ جديد هو حي الوحده، قال لك ملي حيدوهم تما صيفطوهم حي النصر، عطاهم هنا صنيديق، كنسموه كنقولوا صنيديق بالعربيه تعرفش، عطاهم بيت كوزينه مراح. دابا الناس عندهم كاين كل عائله ساكن في الساكنه عنده هاز ثلاثه العائلات، في دار وحده كاين ثلاثه العائلات، كاين جدة، كاين الاب، كاين الخال. نعم. وهذوك اللي غادير لهم، وحدين استافدوا، كاين اللي استافدوا في بريرك، عطاوهم رياض السلام والنهضه والحسنيه، وحنا عطاونا عماره في 14 ساكنه.